حاليا مفصول، او مش عارف الصراحه دلوقتي حاليا مفصول ولا لا. يعني اذا كان الموضوع يعني زي ما انتم شايفين بيقولوا شر البلايا ما يضحك، هو فعلا شر البلايا ما يضحك. اللي مصطفى توفيق قاله عنده في جامعه مصر الدوليه يعني تخطى كده كمان عندنا في الجامعه البريطانيه، وممكن تكون في قصص مشابهه مش مسلط عليها الضوء بس ولا حاجه في جامعات ثانيه كتير. احنا كان عندنا في بدايه السنه دي طلبه كانت اتحركت ونادت ان هي تكتب لائحه طلابيه، وكانت اتفقت مع رئيس مجلس الامناء ان هي تكتب لائحه طلابيه وتقدمها له، وهو هيعتمدها وهيبدا العمل بيها على طول بدون نقاش. يعني اكيد هيبقى في نقاش صغير وكده، بس اللي الطلبه هتقدمه هيتوافق عليه مع بعض التعديلات الصغيره. يعني الطلبه عملت كده، وعملنا لجنه كبيره من اتحاد الطلبه، كتبنا اللائحه بتاعتنا واللائحه ما توافقش عليها، ولما اعترضنا على ده وعملنا وقفه سلميه ما كانش فيها تعطيل ولا اعتصام ولا اي حاجه خالص، يعني حتى ما جيناش ناحيه الحاجه اللي تديله مشروعيه ان هو يقول ان احنا عطلنا ولا خربنا ولا حرقنا ولا دمرنا ولا ايا كان. فصل اول قرار فصل على طول طلع من الفصل، انا الفصل النهائي من الجامعه، ومعايا اربعه تانيين فصل لمده فصل دراسي. وبعدها كل الاحتجاجات اللي قامت علشان الطلبه المفصوله فضل مكمل في قرارات فصل لحد ما قرارات الفصل طالت 31 او 32 طالب عندنا في الجامعه البريطانيه. طيب احنا خدنا الموضوع لاخره، مشينا في قانونيه الموضوع، مشينا في ان احنا رفعنا قضيه في مجلس الدوله في محكمه القضاء الاداري في الدائره السادسه بتاعه منازعات الطلبه. رفعنا قضيه ضد وزير التعليم العالي وضد رئيس الجامعه وضد وكيل وضد عميد الكليه عندنا في هندسه. القضيه توالت طبعا، يعني مش عايز اتكلم عن الممارسات اللي كانت حاصله في القضيه من تاجيل، والجامعه عماله بتماطل في تقديم الورق وكل حاجه لمجرد بس ان هي تضيع علينا السنه او تضيع علينا الترم، او كل واحد ايه يتعور في ترم يتعور في سنه يتعور في امتحان يشيل المواد وهكذا. زي ما مصطفى توفيق قال بالظبط، هو منطق يعني منطق البقاله. احنا بندفعك في السنه 20 30 40 50 ويمكن الارقام تبقى اكبر من كده كمان، ومش هدي لك خدمه قصادها، وكمان هفصلك وفلوسك دي راحت عليك. رفعنا القضيه، القضيه توالت بعد كده اتحولت للمفاوضين، المفاوضين طلعوا تقرير بيوصوا فيه ان قرارات الفصل طالعه كلها من غير تحقيقات ومن غير اثباتات على ان الطلبه دي اتحقق معاها او اتواجهوا حتى بالتهم اللي هي منسوبه لهم. يعني حتى لو الطلبه دي عملت التهم المحطوطه في الورق ده ما تواجهوش بيها حد. وبعدين المحكمه خدت بتقرير المفاوضين وحكمت بالغاء قرار الفصل الاولاني. ودلوقتي في قضايا ثانيه اتربحت. دلوقتي معايا يعني معايا حكم محكمه، حكم محكمه مختوم من مجلس الدوله من 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 من, من قاضي تمام، والحكم ده ما اتنفذش لحد دلوقتي، ما جالناش اي اخطار بان هم هينفذوا الحكم. ولما المحامين راحوا للجامعه علشان ينفذوا الحكم اترد عليهم من رئيس الجامعه انه احنا مش هننفذ الحكم، هنقدم استشكال. الناس اتناقشوا معاه، الاستشكال ما بيوقفش الحكم، لازم ينحكم في الاستشكال الاول. هو قال لهم احنا مش هننفذ الحكم ده اللي عندنا.